النهارده هنتكلم عن الايام دي وهنرجع نفتكر كده شويه حاجات، ايام المدرسه، ايام الجامعه، ايام الجواز، ايام ولاده ولادنا، ايام عمل مهم دخلناه، مسرحيه وروايه متفرده دخلناها، تفاصيل كتير عن ايام حلوه في حياتنا. اكتر يوم فرحتوا فيه ايه؟ انا يوم ما خلفت. وانا يوم ما خلفت طبعا. الرجاله بتحس بايه والست داخله تولد؟ دايما يقول لك ايه، الراجل ما يحسش بابنه غير لما يبتدي يلغيه. لا يا بابا ماما، اللي هو ايه، أول في ما صوت طالع من هذا الكائن هيبدا يحس في حركه، لكن قبل التاريخ ده ما بيبقاش في عمار قوي ما بينكم. لا ده انا واحنا في مستشفى الولاده ولما شفت مريم وهي بقى في الازازه، انا شايفها البني ادمه دي، بقينا ثلاثه احنا، انا وسام وهي يعني، فبني ادمه روح طبعا. لا طبعا انا بقيت اب يعني، فلا اليوم ده مميز جدا جدا يعني، يعني مش ده اليوم يعني فرح اللي نقدر نقول انه حياتكم اتغيرت فيه. طبعا طبعا لما خلفت طبعا. انا افتكر قوي قد ايه كان الفرح ممزوج بالخوف. صحيح، يعني كان في كده خليط عجيب الفرح، بين فرح لانها تجربة جدا بخوف رهيب لما شفته. يعني قد كده فراجايل، يعني قد كده رقيق وقد كده ضعيف وقد كده مسؤوله انت عنه في كل حاجه، وقد كده خايفه من المسؤوليه، وقد كده انا لسه صغيره. كل الكلام ده عمل لي حاله من الخوف مع الفرحه الشديده. يعني ده اليوم اللي كتير يتردد على ذاكرتكم ولا في ايام تانية؟ لا احنا عايزين نسمع الاول اليوم بتاعك انت ايه. ما انا قلت يعني احلى يوم إيه؟ انا قلت برضو يوم ولاده طبعا حسيت احاسيس مش عارفه يعني مش عارف اقول يعني. طبعا يعني صعب نقول يا ربي ربنا يعني يرزق كل الناس طبعا. يا رب ده اليوم اللي دايما يتردد على ذهنكم ولا في ايام تانية بقى؟ لا في ايام بقى تانية انا يعني هي دايما الولاده، دايما الجواز، دايما الوفاه، الايام دي اللي بتبقى دايما النجاح في الثانويه العامه، اول يوم الجامعه. يعني انا من الفصل قاعد في فصل، فبقيت قاعد في مدرج، وبعدين كليه حقوق بقى بتاع 3000 واحد ولا ايه ده، وبدل ما اقول الاستاذ يا استاذ يبقى في دكتور، انا بقول كلمه دكتور. لا في ايام كده، يوم اول ليله عرض في حياتي مسرح، اول مره ابقى على خشب المسرح والجمهور، لما نسيت الجملتين اللي انا حافظها. ايه ده نسيت؟ يس نسيت. انا شفت ايه الدنيا وقلبي بقى يشير ايه بقى طبعا، طق عمال يضرب في الدموع، وعمال اقول في دماغي انا ايه اللي جابني هنا. وبعدين نسيت، مش نسيت الجملتين، انا كان هما جملتين، مش نسيت الجملتين، انا نسيت الابجديه. يا عيني يا زهر فين الالف؟ وعملت ايه؟ عملت نفسي ان انا اغمى عليا. لا طب بالراحه لا تشرب. حرام عليك يا سامع، كنت اغرق والله، لسه باخد البق. والله العظيم انت ما نعرفش القصه دي، عمرنا ما سمعناها. لا 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 واول وقعدنا ايه بتاع 3 شهور بعمل بروفا على الجمله بقولها. طب اتعاملوا معاك ازاي؟ اغمى عليك، شالوه بقى واغمى عليا ورميني في الكالوس، وناس رايحه وناس جايه علشان العرض. وانت واضح ان الدور ما كانش مهم قوي. وانا مغمض يا شيري، انا مغمض وسامع وعامل نفسي ان انا مغمى عليا. وما حدش فكر يفوقك؟ في الاخر بقى مزقني كده، مركنني كده وبتاع، واسمع بقى ايه في نرمين زعزع. عارفاها دي؟ كانت معانا، كانت هي البطله بتاعت العرض. فعماله ايه رايحه جايه تقول سيبوه هو فايق سيبوه. افشل. لا اليوم ده لا ينسى طبعا طبعا حبيبي طبعا. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.